المباراة ديال اليوم ممتازة بست أهداف لثلاثة مع منتخب بنما كرة القدم داخل القاعة. ان شاء الله احنا ان شاء الله غندوزو للثمن النهائي ان شاء الله. احنا عندنا كندوزو للأدوار، يعني الطموح تيبدي يكبر ان شاء الله غنمشيو للفينال ان شاء الله، انت كلاسو بروميان ولا دوزيام ان شاء الله فهاد الكومبيتيسيون ديال كأس العالم ان شاء الله. المنتخب ديالنا منتخب قوي، واخا عندنا بعض اللاعبين مصابين ان شاء الله كاينين البدلاء حتى هما ان شاء الله في المستوى، وان شاء الله غادي نفرحوا جميع ان شاء الله، لان المنتخب ديالنا عنده القاب قاريه ودا كاس افريقيا وكاس العرب وكاس القارات، بقى لنا هذا اللقب ان شاء الله ديال كاس العالم ان شاء الله ونفرحوا جميع ان شاء الله. وهشام دقيقه راه مدرب كبير عارف اللي عليه ولاعبين عارفين اللي عليهم، حنا ان شاء الله كنتسناو التتويج ان شاء الله. بغينا نتاهلوا ان شاء الله لكاس العالم، وما كرهناش يجيبوا لنا كاس العالم من داخل القاعه، والفريق الوطني قدم مباراة جيدة وفرج الجماهير المغاربة وفرح المغاربة كاملين، وإن شاء الله إن شاء الله نوصل للفينال، إن شاء الله نجيبوا كأس العالم ونفرحوا الشعب المغربي وكل شيء كل شيء. وبغينا نربحوا ونجيبوا الرباح إن شاء الله، وتنبغوا الفريق الوطني داخل القاعة ولا بغيناهم يتأهلوا إن شاء الله حتى هما يجيبوا كأس العالم. وبغيت المدرب يشاهد معهم وينصحهم، والرباح ان شاء الله يكون مغربي ان شاء الله. وعاش الملك. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.